مباشرة عبر الهاتف السيد خليفة عبد اللطيف الملحم، رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات. أهلا بك معنا سيد خليفة، كل عام وأنتم بألف خير أولا. ونتائج تعتبر جيدة بالنسبة للشركة، لكن إذا ما تابعنا نتائج يعني الربع الأول من هذا العام هي التي كانت يمكن دعمت النتائج الفصلية لكم، على الرغم من أنه نتائج الربع الثاني تعتبر نسبيا أفضل من نتائج الربع الأول. هل كان عامل النفط وتراجع الأسعار فقط هو الذي يمكن أثر على النتائج طيلة هذه الفترة، يعني الفترة النصفية من السنة؟ نعم، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير والسادة المشاهدين. نعم، كان هنالك طبعا تحسن في الربع الثاني عن الربع الأول من عام 2016، وهذا بسبب طبعا تحسن أسعار البوليبروبيلين خلال الفترة الثانية. كما تعلمين كان في انخفاض كبير في الأسعار خلال الربع الأول تواكبا مع انخفاض أسعار البترول، ومع التحسن تحسنت أسعار المنتجات، فأدى ذلك إلى تحسن في الأرباح التشغيلية للشركة. وإن شاء الله توقعات أن إن شاء الله الأسعار تستقر وأن تتحسن، تكون تحسن في باقي السنة إن شاء الله. نعم، طيب قد ايه حجم المبيعات لهذا الربع سيد خليفة، ومن أين جاءتكم أكبر المبيعات تقريبا؟ والله احنا المبيعات موزعة في جغرافيا في جميع أنحاء العالم. في الفترة السابقة كان في انخفاض في الأسعار في الصين، فخففنا المبيعات في الصين واتجهنا إلى الأسواق اللي فيها تعطينا مردود أكبر للبرودكتس، وهذا يعني هذه العملية مستمرة في المكان اللي نجد فيه أسعار مناسبة وأسعار أفضل نتجه إليه للحصول على أفضل مردود للشركة ولمنتجاتها. نعم، قد ايه نسبة الانخفاض بالمبيعات بالصين تقريبا؟ في أرقام معينة سيد خليفة؟ الآن تقريبا في الصين ما أظن تتجاوز 15% تقريبا من إنتاجنا، والمتبقي هو موزع في جميع أنحاء العالم بين تركيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأظن حتى في الولايات المتحدة عندنا مبيعات. نعم، كنتم بدأتم أيضا التشغيل التجاري لمصنع إنتاج البروبولين بمدينة أوسكان الكورية، قد كان في له انعكاس بهذا الربع يعني عملية التشغيل على النتائج يعني، وكم كانت حصة التشغيل من الأرباح؟ مصنع كوريا بدأ الإنتاج خلال الربع الأول الربع الثاني عفوا الإنتاج التجاري، والحمد لله النتائج كانت طيبة. طبعا المصنع في بدايته لا يزال طبعا يعني في كل المصانع هنالك تكون بداية ضعيفة إلى حد ما وتتحسن مع الوقت، فالحمد لله خلال الربع الأول كانت حصتنا من الأرباح في حدود 8 مليون ريال خلال هذا الربع اللي هي أول ربع تشغيلي للمصنع. وإن شاء الله مع تحسن الإنتاجية وتحسن أعمال المصنع نتأمل أن يعني تتحسن ربحية حصتنا من ربحية المصنع هذا مع الوقت. نعم، طيب كان عندكم إعادة تقييم للاستثمارات بقيمة 9 مليون ريال كمخصصات جنبت سيد خليفة، هل سيكون هناك مزيد من المخصصات خلال الربعين الباقيين من هذا العام؟ والله هذه المحفظة الاستثمارية اللي هي محفظة استثمارية معدل البيع يعني، فهذه المحفظة إن شاء الله إنها الآن استقرت، ونتأمل إذا تحسنت الأسواق أن يكون فيها تخارج وتعطينا أرباح إن شاء الله مجزية إن شاء الله.
طيب نتحدث عن الاستثمار او الاستحواذ الذي تم على حصه مدرجه داخل السوق بقيمه 387 مليون، حتى الان لم تعلنوا سيد خليفه، بدي اسال لماذا يعني عدم الاعلان عن الشركه التي تم الاستحواذ على حصه فيها، وباي القطاع تحديدا يعني اتجهتم؟ هل هي بقطاع البتروكيم ايضا؟ والله أنا في الواقع ما أقدر أتكلم عن الموضوع هذا بالنسبة للقطاع أو لاسم الشركة، لأننا لا نزال في يعني في طور الاستحواذ على الحصة المراد الاستحواذ عليها في الشركة هذه، و فما نقدر نتكلم عن الاسم، ولكن هذا من متطلبات هيئة سوق المال أن نعلن أن إذا كان يعني استثمرنا بما يقارب 10% من رأس مال أو من صافي موجودات شركة المتقدمة، أن نعلن أن في هنالك استثمار يتعدى 10%، وهذا اللي عملناه في حين انتهاء من صفقة الاستحواذ أو الاستحواذ هذا. سنقوم بإطلاع الجميع على اسم الشركة وفي أي قطاع والسبب في الاستحواذ هذا. نعم. ولكن طبعا الاستحواذ يعتمد على سعر الشركة، وإذا هو مناسب لنا ومجدي أو غير مناسب حسب تطور السوق. طيب. فالآن إلى الآن الحمد لله إحنا في هذا الموقف الآن. سؤال أخير باختصار سيد خليفة لو سمحت، هل يعني تم رصد مبلغ معين لعملية الاستحواذات القادمة، وهل ستكون هذه خطوة للمتقدمة لمزيد من الاستحواذات لشركات مدرجة بالسوق؟ والله احنا ما يعني كرصد مبلغ معين ما أقدر أقول لك كم، ولكن عندنا نسبة معينة اللي ودنا نستحوذ فيها، والقرار يرجع إلى وجود فرص. الفرصة إذا كانت الفرصة موجودة ومجدية بالنسبة للمتقدمة فنحن نقوم بالاستحواذ على الاسم. إذا كانت غير مجدية أو أسعار غير مناسبة فالمتقدمة لن تتقدم في يعني لن تستثمر في هذا المجال. فهي كلها تعتمد على الأسعار وعلى الفرص الموجودة في السوق. وشكرا جزيلا لك سيد خليفة الملحم، رئيس مجلس إدارة شركة متقدمة للبتروكيماويات، كنت معي عبر الهاتف من الدمام.